يا مامي يلا رح تصير ساعة 5:30 رح نتأخر. مام يلا يا بنتي يلا اف اف بطلتي تقدري تنطري شرفي. يلا لوين كريم؟ رايح معكم. لوين رايح معنا؟ رايح اوصل اختك على السبور. بعرف بتوصليني بدربك عند غسان. انسي الموضوع نهائيا، بدي اوصل ديا على السبور. ارجع جيب الستيومه من عند صاحبتها لين ارجع جيب ديا من السبور، مش ناقصني مشوار تالت عند غسان. بليز مام بليز ضروري اروح عند غسان، بدي اجيب من عنده كتاب. الكتاب شو؟ كتاب مات مام. ليش وين كتابك كريم؟ كتابي بالمدرسه. انا بدعسك، بحطك تحت اجري وبدعسك. شرف مامي رح نتأخر. شرفي ما عندي لا شغلة ولا عملة إلا ضلني مشور فيكن. أنا عميولي على قلبي ونسوني بنتي. نايا نايا بدي رح نمقلي. اخلعك بقفة ايدي الكف العجيب. نايا مقلي قال وقحة ناقصني انت. صار لك شيء؟ صار لك شيء؟ صار لك شيء؟ صار لك شيء؟ بعثتيني بسيارتك بتقولي لي صار لك شيء؟ قلعت عينه، قلعت عينه. مين 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 مين؟ شو؟ ولك خايف تصرخي أحسن ما هفلك بكس. روعتيني البوظة وبعدك عم تصرخي. لك بقلع لك عينك بالمحلة. صار لك شيء؟ يا ديانكم هلا صار لي شيء؟ قلبي لك قلبي صار له شيء؟ رح يوقف لك معزيني. طلعي بالسيارة ركبي قريار ورجعي دعسيني دعسيني يا قلبي خمصيني طعنيني. ليش ما تقول هيك؟ لك بدي أقول اتركيني أقول. بدك وصلك على المستشفى أو على شي محل تاني؟ لك وصليني مطرح ما بدي. انت لوين رايحة؟ على البيت. خليني على البيت. يا عنون هاي حياتي. لا هاي ولا باي. وصل معي لهون اليوم فادي. ما حدا يتعاطى معي شو فهمت؟ ما حدا. كارين يا كارين اسمعيني يا كارين. شوفي شو صار. شو بها امك يا ديها؟ دايما فشت الخلق بتطلع فيه وانا ما خصني بشي. بالبيت ما بتبهدلني بيرجع الكوتش ببهدلني مرة تانية. ليه؟ لانه انا دايما بوصل مأخرة على التمرين. الا سوري ما بدي وكل مرة بقلها للماما زيت الشي بترجع بتبهدلني من الاول. ايه هيدي منا عايشة. لك ديها لك ديها شو انت؟ ديها لك شو بربست هاي؟ ديها كريم شو تعمل لك؟ شو تعمل لك كريم؟ خبرني شوفي شو صار. شو بهدية؟ تتقبر مع ماما ماما تعمل الكل مثل ما بدهن إلا لإلي. أنا الوحيد لازم ألغي بشريحي كرمال الباقيين. هيدا ظلم هيدا استبداد. تعال هون استبداد. أنت يا استبداد يا ظلم استبداد يا شعب يا قوم يا بشر. لك شو جنة العيلة؟ شو بهنا؟ يومي تعي بيي تعي يا بيي. أنت ما في منك. أنت الوحيدة اللي بحسك أنت يعني وكالة الأنباء بهالبيت. انت المخابرات عندي بقى. قصدي اقول انت بنت الحبيبي يلي بتسمع كلمتي وبتخبرني كل شيء. بدي اياك تخبريني شو القصه يا بيي. ليكي انت بحسك مثلي بتحكي بكل منطق بالمنطق بتحكي. بيي خبريني شو صار معكم بالسياره لكلهم هالقد معصبين. بخبر لك شو صار بس اول شيء شو هذا؟ شو هذا؟ لوح شوكولا. اي هذا كلام سليم ومنطقي. حياتي بك شيء؟ راسي رح ينفجر رح يبج. رؤي يا قلبي رؤي ما بدها هالقد. كيف ما بدها هالقد؟ كيف ما بدها هالقد؟ شو خبرتك كل شيء؟ بقت لك البحصة وكالة الأنباء نطقطق للسلام عليكم. أنا ما بقى فيي حياتي.
كل يوم بعد الظهر خديني وجيبيني ووصليني وانطريني بين الاكتيفيتي تبعيتهم وبين مشاريعهم، انا ما عاد عندي وقت لإلي. روقي يا قلبي، روقي يا حياتي، روقي. كيف بدي روق؟ كيف بدي روق؟ انا ما بديت وصلي وخدي ووصلي وخدي وجيبي وقيمي وحطي، وما وقفت القصه على نص الجمعه بس، حتى كمان بالويك اند بين انيفرسارات وزيارات وخديني عند فلان وجيبيني من عند علان. ايشو ايلي انا مطر انا؟ شو ما عندي ولا شغله ولا عمله انا بالدنيا غير اني شوفر لاولادك؟ ليه مخلفتهم لحالي انا هول الاولاد؟ جايبتهم من بيت بي انا لهول الاولاد؟ وصلنا لبيت القصيد. برميت برميت وصلت علي. الحق علي انا؟ ما انت حضرتك يلي اصريتي انه اولادك يعملوا اكتيفيتي. شو بدك الناس يقولوا؟ انه مش حاطه اولادها بالاكتيفيتي؟ اوعى ياي قوموا للعالم يقولوا انه نحن اولادنا مش عم يعملوا اكتيفيتي. لا لا لا، بيبرقوا بالشوارع وبيبهدلونا. لك يا حياتي ما زال انت اصريتي، تفضل تحمل المسؤوليه، وانت جبت البهدله لحالك وجبت الهم لحالك. ايه الحق علي، بدي طلع لك اولادك سبورتيف ونمي لهم مواهبهم. مواهبهم؟ ضحكتني وانا قاعد. اي مواهب؟ شو نسيتي حياتي؟ نسيتي بنتك دي شو عملتي فيها؟ 5 سنين هي وصغيره جبرتيها تتعلم بيانو، ومش بس هيك حطيتي لها استاذ خاص، وهي تقول لك ما بدي ماما، تقول لي لا لا بلا بدك، عاد المصاري اللي حطيناهم وخذوها وجيبوها. ما كنت تقتنعي تشيليها من درس البيانو؟ حتى اجى الاستاذ بذاته قال لك دخلي جراكي يا كارين، ارحميها. لا شو ارحميها؟ ارحميني انا، بنتك ما خرجت تتعلم بيانو، بنتك ما عندها دينه موسيقيه. حمار، وانت بوقت الحق عليك لانك استرخصت بدل ما تجيب لها استاذ غالي. لو جبت لها استاذ غالي كان علمها. 25 دولار دفعنا حق الساعه. ايه بس بوقتها كان في اغلى منه. لك شو اغلى لك يا حياتي؟ بنتك ما خرجت تتعلم موسيقى. لك بنتك ديا شفتي هيدا السلم الموسيقي؟ ما بتعرف شيء بالسلم اصلا، لا سامعه بسلم لا سامعه بسيبه الموسيقى. لك كل الدرجات تبع السلم الموسيقي بتحسوا ذات الشيء، يعني الدو مثل الفا مثل اللا. يعني بنتك ربنا خلقها ما عندها دينه موسيقيه، شو بنعمل؟ هلا هيدا منه حديثنا ولا موضوعنا. على كل حال شوف بكره شو عندي. بكره نايا الساعة 4 عندها بيرثي، بدي اخذها ووصلها على البيرثي. ارجع اخذ كريم ووصله على الجيدو لانه الساعة 4:30 ببلش صف الجيدو. بدي ارجع وصل دي الساعة 5:15 على صف الهيب هوب. بدي انطر بالكافيتيريا للساعة 5:15 وارجع اروح جيب كريم من الجيدو لانه 5:30 بخلص. ارجع اجي لعندي اخذها من الهيب هوب لانه 6:15 بتخلص. ارجع روح الساعة 6 اخذ نايا من البيرثي لانه الساعة 6 البيرثي تبع نايا بيخلص. يعني بكره من الساعة 4 للساعة 6 رح ضلني بالسيارة. مامي ما تنسي بكره عند التنس الساعة 6 اوكي؟ بدي اقتلها يا عبي طالبة. بدي اقتلها. لا بدي اقتلها. طولي بالك طولي بالك طولي بالك. هون ساكن؟ آخر طابق. واو كتير كلاس البناية اللي ساكن فيها والحي كمان. ولك أنت الكلاس أنت. مرسي بس أنا حس بالذنب. لا حسي بالذنب يا عيني، شو في أعمل طما تحسي بالذنب؟ تقبل أزمك على البوزة بدل البوزة اللي وقعت لك إياها؟ قبلت. مرسي. بس عشرت. شو؟ أنا بدفع. قبلت. طرقتنا. هون على اليمين. ولا هيدا المحل؟ ببيع بوزة ببيع بوزة. تاخد العقد بس شكله مش مرتب. شو بدنا بشكله نعمة؟ المهم بوزته. لا 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 ما حبيت، ما بدي انزل. تخيل انا ونازلة هون وشفونا اصحابي شو بقولوا عني. اوف هالقد؟ بتعرفي ذكرتيني بحدا بعرفه كتير منيح بيحكي مثلك تماما. والله مرت صاحبي وجاري، ولو بتشوفي شو مهضومي، ولو بتعرفي قديش انا بعزة وبحبها عن جد. طيب شو رأيك انا اعزمك على مطعم كتير مهضوم ولذيذ وكلاسي؟ كلاسي يلا خدينا يا هيك هيك مطوقين.
يسلم لي. لو في انسحن الدمع على خده ولك دخل خده ولك دخل هالايدين ولك دخل الكريمات انا شو حياتي بعده راسك عم يوجعك ولا مش الحال؟ يعني حسب 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 شو؟ حسب اذا انت الليلة مقرر تكون نكيت او مهجم. مهجم ولك انا مالك الهضمنة ولك انا اخضم واحد بالدنيا ولك انا اللي اخترعت شيء اسمه هضامي بالدنيا. افدو يا قلبه لفدو افدو يا طحاله لفدو افدو كلامك جواهر طلباتك اوامر اطلبي واتمني انا ملك الهضمن الليلي. افدو انا كنت عم فكر. لا شو تفكري بك لا شو تفكري انا موجود حتى افكر عني. كنت عم فكر تحت ريح حالي. ولك انا بدي رايحك انت تريحي حالك انا شو عم بعمل هون ما انا موجود لرايحك. كنت عم فكر انه نجيب. لك منجيب ليش ما منجيب ولك منجيب. كنت عم فكر نجيب شوفير. مين مين شوف شوف شو شوفير. ايه شوفير شوفيه شوفيه لا شوفير لا طب ما لا شو شايفتيني قاعد على بنك ولا قاعد على بنك؟ لك شو بيك انت ما بتفكر الا بالمصاري قدي بده يقبض الشوفير يعني شو فكرك بيقبض الشوفير اصلا انشقت حالا انشقت حالا بياخذ له بالشهر شي 500 دولار اي 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 دعي خشي 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 فوتي خشي 500 دولار شو بتفرق معك انت 500 دولار انت بنت خرم باشا 500 دولار ايه شو 500 دولار حق فستان انا يا حبيبي انا مستعدة ضحي وفستان بالناقص بالشهر لا عجد فستان بالناقص بالشهر لا يا عمي انا لك شو هالهنا اللي في انا ايدك لبوسة ايدك لبوسة يعني شو هالتضحية بدي سميك ملكة التضحية والله لك دخيلك انت ما انت هيك نكت ومنك مهضوم نهائيا لك بتعرف شو ولك انت انت اذا ما فقستني ونكت علي كل ليلة قبل ما نام ما بترتاح نفسيا ما انت هيك ما انت هيك مثل امك مش بنوي شو قالت؟ نكت أنا اللي نكت ولك أخ هي مش بس ملكة التضحية لا 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 ولك هي ملكة الوقاحة ولك أخ عبالي هلأ هيك كنيها وخش فش هيك هيك أي بليز بدنا 2 بوزة مع سلاد دو فروي كريم شانتيي وصوص شوكولا والبسكويت حدن وبليز ما تنسى البندق اوكي شي ثاني لا انينتين مي صغار وكبايات شي ثاني لا يا اخي مي غازوز وعصير حامض بليز شو مي غازوز بعرف حدا ما بيشرب الا مي غازوز شو كلاس تكرا معكم شي ثاني لا يا اخي ما بدنا شي ثاني روح الله معك عبالك تدوق سبيساليتي المحل؟ ما بدي دوق شيء اللي طلبتيه بكفي كتير بحبوا هالمحل دايما انا واصحابي بنجي لهون اكله كتير طيب الجو كوزي وحلو والدسير روعه عبالك تدوق اكلاته؟ لا يا اختي ما بدي دوق اكلاته لانه بتصور راح دوق اكلاته شو مهضوم؟ بتصدقي دينيك قوم طفي هيدا قوم طفي يعني من وقت عم تصل فينا بنص الليل هيدا مزعج الو مين مين وجيه ايه وجيه شو بك يا قيه جنات شو بك خي عم تتصل الساعه 11 ونص بالليل لك نايم اكيد نايم شو اللي نايم لك نايم اكيد شو عم بتعب كذير ايه نايم كان عندي شغل خير شوفي جسي بوزة
مصاري؟ لك أخي شو عملت؟ فاتورة؟ هلا معين بنص الليلة روح ادفع عنك الفاتورة يا وجيه؟ يا خي معكش مصاري لوين عم تعزم؟ نعم؟ لك مجبور فيك أنا مجدوب أنت بلا إحساس؟ لو احتاجت نص بالليل عم تعيني لأدفع عنك فاتورة يا وجيه؟ تفضلي بلش ينعوز جاية 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 عجبك؟ هيدا وجيه عزم صاحبته على البوزة ما معه مصاري بدو ياني أنا أم هلا الساعة 11 ونص روح ادفع عنه الفاتورة معقول هيك في أردتا وأجدب من هيك شو هذا؟ لك شو هالصاحب الغير شكل هذا؟ 11 ونص بالليل أنا بدي هلا أوعى وروح ادفع عنه الفاتورة الليل ولك طب ما ليش؟ شفت لو كان عندنا شوفر هلا كان هو راح دفع الفاتورة وانت دليتك مرتاح لك طفي الضو شو بلا ذوق بالمرة بلا اخلاق بلا ضمير بلا وجدان مش عرفني اني اترك هلا تتاخر علي ما تخزني يا خواجة وجيه تاخرت عليه انت بتعرف يعني لان ابارت قمت غسلت وجهي ولبست ثيابي اخذت شويه وقت لك الحق عليك يعني شو بدي اقول لك عرف بدك توقع بلا مصيبه هي اللي قبل بوقت كنت اندفست بثيابي هيك لما بتتصل فيي دغري تدور وموصل خلصت منك بدنا نطردي فوق هيد مصاري قد ايه بدك 50,000 ليرة نعم 50,000 ليرة يا خي لا شو اكلته فوق يا خي كم كيلو بوزة انا بعرف عليا بشي خلت انيت مي وما طلبتها يا خي انا قلي بالعادة بشتري قرن البوزة ب500 ليرة بما انه المحل كلاس خلي ياخد حق القرن 1000 انه هلا بفهم من حديثك عازم البنت على البوزة وجايب معك 2000 ليرة على القرن يا فادي كمان انت مش معقول معقول انا اعزمها وجايبتي 2000 على هاد لا كان معي 2500 ليرة 2500 ليرة ايه بدي بين قدامك لاز 2000 ليرة حق بوزة و500 للجرسون بخشيش يا استاذ ياي عيلي عفرد ميلي أنا شايفت على يومي كتير كتير محسنة بالتنس كارين بدك المزبوط أنا مصلحتي دربها ليومي وقبض منك مصاري بس خلص ما بقى فيي البنت مانا موهوبة ومانا مقدمة بالتنس شو؟ البنت ما بتحب اللعبة كرمال هيك ما حتقدم فيها لك كيف ما بتحب اللعبة؟ مين قالك ما بتحبها للعبة؟ يومي؟ أنت قلتي له لجوني إنك ما بتحب التنس؟ أنا؟ أبدا بحياتي بتحب التنس أو ما بتحب التنس؟ بحب بتحب التنس شفت بتحبها للتنس كارين البنت ما بتحب التنس ما انا جاي اترك دور الطابه اذا اجت الطابه على الركات بتضربها اذا ما اجت ما بتروح وراها ما بتلحقها ايه بس هيدا مش معناتها انه هي مش موهوبه بالتنس طلعي فيها بنت خرجت تعلم باليه خرجت تدرس موسيقى هي بطبعا ناعمه ما بتحب السبور اللي بده كثير حركه سوري بس انه هيدا رايي ايه هيدا رايك يا جوني بس انت احسن كوتش بالبلد دربها خليها تحب التنس في علمها ايه بس ما في خليها تحب اللعبه اذا ما حبتها ما حتعلمها مزبوط فبرايي حرام ضيع لها وقتها ونضيع مصرياتك على سبور هي ما بتحبه بس انا كل عمري حب التنس وكل عمري احلم انه حدا من اولادي يلعب تنس انت شي ولادك شي ما انت ست معلمه وبتفهمي بتعرفي انه ما في شي بالقوه مشان هيك انا كنت كثير صريح معك غير اميات يمكن يزعلوا ويعصبوا ويعلموا اولادهم بالقوه معك حق بتعرف شو جوني شو بدك بيومي اتركي ليومي هلا على جنب بعدين بنفكر بقصتها شو رايك تدرب لي نايا تنس نايا ما عمرها 4 سنين كيف ادربها
ايه وذا بس نايا نشيطة وبتدرب دورات طابة ليل نهار عندي بالبيت بتدش الدنيا كتير نشيطة وخلش تلعب تنس يا مدام مش قبل السبع سنين بعد ما عندها عضل ما فيها قوة تضرب الطابة لك عندها عضل هيدي بنتي وبعرفها يا جوني يا مدام لك حيش بقى يا مدام خلصنا منك درب لي نايا يعني درب لي نايا وخلص بقى شو بك يا حبيبي شو بدها تعمل فيي بنت خالتي ماريا ساعت اللي بتعرف انه بنتي ما بتعرف تلعب تنس ولك ما حدا من ولادي طلع بيلعب تنس وهي بنتها الاولى بلبنان لك فرقتني لك شو بدي بماريا بنت خالتي لك شو بيقولوا عن الناس الاصحاب الجيران المجتمع العالم كلهم اذا بيعرفوا انه ما حدا من ولادي بيلعب تنس يا جوني يا حبيبي انا خليت فادي يشتري ارض 3000 متر لنعمر عليها فيلا بس لحتى عمر حدا ملعب تنس ايه شو بعمل انا بهالحاله اذا ما حدا منهم طلع بيلعب تنس كش في دبين لملعب التنس خلص يا حبيبي عامل لك درب لي نايا يعني درب لي نايا انا رح اجيب لك اياها نهار التنين لابسه التوني من فوق لتحت واذا ما لقيت لها توني عايزها رح خيط لها فادي بليز لا وجي ما قلي جديدي وصلك قلت لك مش تقلق بدي شوفها يا خي روح لعندها بشو بالتاكسي ولو يا فادي ما قلي غيرك قوم وصلني قوم وصلت كارين لك إلا لكارين هي بتوصلك هاي با طلعوا كلكن على الحمامات عجلوا كلكن دوش دي حمميني أختك الصغيرة ليكو ما بدي اسمع صوت ما بدي اسمع ضجة ما بدي اسمع صريخ ما بدي اسمع شريعة وإلا طلع دعوسكم هاي كارين جيتي بوقتك بدي اياك توصليني وصلك ولك بدي وصلك على جهنم الحمراء يا بلا ضمير يا بلا احساس يا بلا ذوق يا بلا مخ يا بلا اخلاق يا بلا دم يا بلا فهم ولك زيح من خلقتي زيح من وجهي قلت لها عن جد؟ وشو قالت لك؟ قالت لي بتفكر بالموضوع تعرف يا فادي كل ما اتعرف على مرتك أكتر كل ما حبها أكتر بتصدق؟ صادق يا وجي صادق يعطيكي ألف 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 عافية حياتي آخر مرة بوصل وباخد وبجيب خلص أنا كل سبت وأحد بتوكل بالتوصيلات ما تعتلي هم ولا سبت وأحد والتوصيلات تبعوا لنص الجمعة مين بدو يعملون؟ أنت عندك شغل؟ بجرب أرجع بكير من الشغل بتجرب؟ وإذا ما قدرت؟ بتحلي محلي ما بحل محل حدا بدي شوفير يعني بدي شوفير لك شو بدك شوفير ولك يا قلبي؟ بدي شوفير خلصنا يا كارين خلص أنا مستعد أرجع أشتغل بالليل بالمكتب بس كل يوم الساعة 3 يكون بالبيت ووصل الأولاد ما تعتلها لك شو صاير عليك؟ لك شو جير عليك تعذب حالك هيك؟ جيب شوفير وريح حالك فكرك أني متضايق؟ أعوذ بالله أحلى عقلبي من العسل وصل أولادي حبايب قلبي هو كبدي هودي يا كارين بقعد أنا وياهن عم بشتقلن كتير هيك بصير أخدوا عطا بيناتنا وبحكي كتير أنا وياهن وبقعد وبتسلى أنا وياهن يا حياتي ولك أنت ما بتعرفي ما بتعرفي قيمة إنه الواحد ياخد ويجيب ولاد
من بكرة رح بلش فتش على شوفير. هاي هاي. والله انا محجور منك يا جيسي، مش عارف شو بدي اقول لك. كل يوم تجي وبتاخذيني وبترديني بسيارتك. ما في فرق بيني وبينك. خلاص بوعدك بكره بس تخلص سيارتي من التصليح ما راح خليك تستعملي سيارتك بالمره. بس الى خمسة ايام بالتصليح، ما حلو يخلصها هالميكانيسيان، ما يكون كذاب يا وجيه. اه يا جيسي ما تحكي هيك، هيدا من اعز اصحابي. بس المشكله انه القطعه اللي رايحه فيها نادره، ما في منها بلبنان، فاضطر المخلوق يبعت يجيبها من برا. افت طب كبه وجيب غيرها. لمين؟ للسياره. تعرفي ذكرتيني بشخص بيحكي مثلك تماما. مين؟ مرت صاحبي وجاري، ولو بتشوفي شو مهضومي، ولو بتعرفي قديش انا بعزه وبحبها. خلينا نمشي. لوين اليوم؟ اليوم عازمك على اطيب عشا بالدنيا كلها. عند مين؟ عند ابو نزار. مين يعني ابو نزار؟ شو؟ اهم مطعم بلبنان. مش سامعه فيه، بعدين اسمه مش كلاس ابدا. غريب. شو الغريب؟ طريقه حكيك تشبه حكي حدا بعرفه. مين؟ مرت جاري وصاحبي، ولو بتشوفي شو مهضومي، ولو بتعرفي قديش انا بعزه وبحبها. عند ابو نزار. إيسي هون؟ لا لا لا، أنا ما بنزل لهون. لا ليه؟ ما كتير كتير شعب هالمطعم. ايه بس أكله كتير كتير طيب. وشو بيقولوا عن الناس إذا شافوني عم باكل هون؟ لا 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 ما فيه. هالحكيات سامعن قبل بمرة، بعرف حدا بيقولن. مين؟ ما تقلي مرت صاحبك وجارك. ولو بتشوفي شو مهضومي، ولو بتعرفي قديش أنا بعزة وبحبها. ماشي ماشي، أنا رح أخذك على مطعم كتير طيب وعزوقي. عزوقك؟ لأتصل بفادي من هلأ لكان، أحسن ما اضطر انترو ساعة ليوصل بعدين. ألو؟ أنقذني. شو؟ دفعت له الفاتورة؟ دفعنا له الفاتورة 220 دولار. شو؟ ليش كم شخص عازم ب 220 دولار؟ بس حطه. شو؟ ليش؟ شو عشيها؟ وين عشيها؟ شو عشيها وين عشيها؟ عشيها بالرستوران يلي حضرتك انت وامك بتضلكم فيه. ايه اذا هيك معقول تطلع فاتورته 220 دولار. بس وجيه مقلب العادي يروح على هيك مطارح. عحظي ما نقى غير هالمطعم، حظي انا. المهم لقيت لك شوفير. عن جد؟ مين؟ وجيه. مجنون انت، لك مجنون انت، بدك وجيه ياخذ ويجيب الاولاد؟ لك انت بتامن لهالبلمخ هيدا انه يسالك بولادك؟ وجيه بسوق كتير منيح، بس قد ما حظه عاطي لسنه هرهرت سيارته وبيع على الكسر، بس هو بسوق كتير منيح. خلصنا فادي. خلصنا يا كارين، خليه يشتغل هلا وجيه، بعدين نجيب غيره. ليكي يا انتي يا وجيه، شو قلتي؟ اوكي وجيه. هو قد ايه رح تقبضه؟ ولا قرش. كيف؟ وصل له كل مصرياته سلف. صار معك كل العناوين يا وجيه؟ كلهم وحفظته. والاوقات؟ لك صرت مسمع لك اياهم 20 مرة، ليكي إذا بتقولي سمعيهم بعد مرة بستقيلة من هلا عم قلك اف. لك خلص كوت. اف اف اف. فين؟ اف اف. ليك
هلا مش تسوق بالولاد بسرعه وتنزلي بجوار؟ كلهم بعدهم اكلين، بتخضنهم معدتهم، شوفها بقى فهمنا. وكل ما بتوصل ولد بتاخده بايدك وبتسلمه بايدك للكوتش تبعه، فهمت؟ فهمنا. وبتحط لهم سنتور دو سيكوريتي، لانه انا عندي اهم شيء سنتور دو سيكوريتي، فهمت؟ فهمت. ويومي بتقعد على البوستر تبعيتها ونايا على الكارسيت، فهمت؟ خلص يا كارين، صرت عيد الحديث شي 100 مره. يلا يا اولاد. ليك يا وجيه رح دقل لك كل شوي وبترد علي، فهمت؟ فهمت فهمت. تفضلي انت، ايش عم تعملي عندك؟ قربي. ليك اوعى ما ترد على تليفونك، لو بدي دقل لك 100 مره بترد 100 مره. رح رد يا كارين، رح رد رح رد. دخله شو هالمنظر اللي جايلي فيه؟ لك 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 شو هالمنظر اللي جاييني فيه؟ من بكره وجيه بتجي لي بتياب ارتب شوي من هالتياب، لانه ما بدي العالم يقولوا مصفي عندي شوفير بيلبس هشك بشك. هشك بشك. لك يلا يا اولاد احسن ما اذبح لكم حالي. يلا ما تنسى السنتر دو سيكوريتي. افهمنا. عيلي عفرد ميلي. فيكم ما تحطوا السنتور. ياه لكنكم زيدتها السنتور. حطوا السنتور. اليوم اطلبي وتمني، انا عازمك. واو. وايتريس. بليز بتنزلي لنا كل انواع الفريدومير اللي عندك؟ لا شو كل الانواع؟ نوع او اثنين بكفي. الك عين تطلب نوع او نوعين؟ شو بتقول عنا الوايتريس؟ هالحكيات. بليز نزلي لنا كل الانواع وناخذ كمان سلاد وكم اونتري على ذوقك. وبليز انيتين ماي جازوز. بتحبوا شي تاني؟ لا ماشي، روحي من وجهي الله يرضى عليكي، روحي بسرعة. كل مرة بتطلبي ماي جازوز وما بتشربيها. لأن ما بحبها. ما بتحبيها، عشو عم تطلبيها؟ ما كل الناس الكلاس بيطلبوا ماي جازوز. كمان سامع هالحكيات. ما تقلي، حفظت من مرت صاحبك وجارك اللي كتير مهضومة واللي كتير بتحبها وبتعزها، صح؟ صح. جازوز يكسر، بدي إبرة كجاج. شو بدك ينا نسهر سوا الليلة؟ بقى فيي، ما بقى فيي. لكن بشوفك بكرة. نعشنا لبكرة. شو عطيتي 20 دولار؟ ايه لك كتير. شو بدك ينا أعطي 10,000 ليخد عنا فكرة عاطلة ويقوشو هالعالم الهشك بشي؟ شو هلي؟ عالم هشك بشي؟ عالم هشك بشك. هالكلمة سمعها من قبل من حدا بعزه كتير وبحبه كتير كتير كتير. تعتا هدي 500 ليرة. روح بردك بورد بيجيبولو قرنين بوزة عتلشي. لك يسلموا دايتك، شو هالقهوة الطيبة. وصلوا الولاد. كريم، يومي، ديا ديا. هاي مام. هاي باب. هاي. شو تأخر عليكم وجي؟ نو 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 زعلت، أنا طالع أتحمم أحسن ما يفوت كريم قبلي. بدكن شي؟ هيدا مفتاح السيارة من وجي. الساعة مهلو وجي. شفتي حياتي؟ هيا وصلوا على قد الساعة 7. ليكي صحيح وجي عنده كتير اشياء عاطلة، بس في عنده شغلة كتير منيحة، انه بحب الولاد كتير وبيهتم فيهم كتير وبيخاف عليهم كتير كتير كتير. هشك بشي عن جد، هشك بشي ياي، شو هشك بشي ياي ياي ياي، كتير 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 هشك 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 على هشك بشي ياي. مش كلاس أبدا، شو بقولوا عن الناس؟ اوف كتير هشك بشيك، كتير هشك بشيك، هشك بشيك كتير هشك.
هشك بشك هشك بشك هشك بشك هشك بشك هشك بشك. هوني مام هوني بابا هوني نايمو اخواتك ديا؟ ما بعرف تليل عليهم حبيبي. اوكي حممتيهم؟ لا ليه ما حممتيهم؟ فكرت انت حممتيهم. كيف بدي حممهم انا ساعة من وقت لما جيت وانا قاعدة هون ما طلعت لفوق؟ فكرت انت حممتيهم قبل ما نحن نجي. انتو؟ مين يعني انتو؟ انا وديا. نعم شو عم تتفلسفوا تحكوا؟ هلا نايا ويومي ما اجوا معكم ساعة اللي وصلكم وجيه؟ نحن فاكرين انه وجيه وصلهم قبلنا. شو؟ وما سألتوه يا بلا مخ؟ لشو شغلة ما لنا خاصة فيها؟ لشو نتدخل فيها؟ شو عم بقول؟ وين ولدك يا فادي؟ وجيه؟ 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 عجل شوي يا وجيه، بعد في تنظيف البيت. واعمل لي حسابك انه من هلا لشهر تكون جبت لي بيت جديد وسياره جديده، والا شو بدك يقولوا اصحابي عني انه تجوزت واحد هشك بالشيك؟ روحنا نص عمرنا، روح الله لا يوفقك يا وجيه. قولك هيتا 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 بدي اعرف بس شو كان صار لما كوتش التنس يبقى مع يومي ومعلمت الباليه تبقى مع نايا، بدي اعرف شو كان صار. وانت كمان يا كريم، معقولي يعني بالمدرستين مشتركه غير بس نمرة سلولاريك؟ ايه شو بدك يعني؟ بترك كل ارقامنا وارقام قرايبيننا والجيران؟ ايش عرفني انا انه في واحد بلا مخ رح ينسالي ولادي وحده بمدرسه التنس والتاني بمدرسه الباليه؟ اصلا مام انت ما مفروض تنسي تشارجي تليفونك، ايه كل الليل عم بيتلفنوا لك وخطك مسكر. لا حبيبتي خطي مش مسكر، تليفوني بطاريته فاضي، هيدي البطاريه تبع هالتليفون منا منيحه بالمره، صرت مشارجتها 100 مره وبتضلها تفضى وبتضلها تفضى. كل الحق عليك فادي، انت اللي اشتريت لي اياه، ما بعرف كيف صاير بتسترخص وكادوياتك كلها صايره هشك بشك. هشك بشك؟ ايه هلا واجيه نسي الاولاد بالمدرسه، وحضرتك للمدرستين بس اعطيتيهم نمره سلولارك، وسلولارك مطفي لانه حضرتك ما انتبهتي له، وكل الحق صار على مين؟ على اللي اشترى السلولار؟ يعني على بابي. فوالا. مش بس اسمي ورقمي كمان. باي. اف عشو بهدلتها هيك للبنت؟ انه اذا الواحد بده يترك صاحبته مش ضروري بهدلها، في يحكيها بتهذيب. خلاص ما بدي اسمع هالسيري بقى، ولا بدي انذكر اسم جيسي قدامي. طب ما خبرتنا لشو تركتها؟ محضوره هلا محضوره. لو خلصنا حكي مش هلا. ما بدي يحكي قدامي الخوي جواجيه. لك هيدي كارين من عظام الرقبة، احكي خلصنا مش غريبة كارين. قالت لي هشك بشي. ايه وشو فيها؟ عادي. وشو بيقولوا عنا الناس؟ وهيدا مش كلاس ابدا. ومرة قالت لي انا برستيجي ما بيسمح لي. خلاص بكفي. مفهمي نفد بريشك لانه بتشبه شخص بعرفه. وانا كمان بعرفه وبعزه كتير وبحبه كتير. انا بعرفه شي؟ ايه ابدا. ولك انت اللي بتعرفيه.